حبيبي. اهو رمز، تعالى يا وقت. السلام عليكم. اهو رمز اهو حضر معانا الحكايه، وهو بقى اللي هيحكي لكم على اللي حصل بالتفصيل. كويس قوي ان البهجه صحيح. انا عارفه ومتاكده انه شريك معاك في الجريمه، لكن انا عارفه برضو ان هو مش ممكن يكذب لانه اصلا عنده قصور ذهني. ميرسي يا رانيا. ميرسي. هي بتشكر فيك. اقول لهم بقى يلا رمزي، مش انت كنت موجود ساعه المشكله اللي حصلت؟ طبعا يا دوله، بشحمي ولحمي. اه حبيبي اتفضل احكي. يلا يلا احكي، اذا كنت اصلا هتعرف تنطق. لا لا لا، ده انا حدوته يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه، انا كنت قاعد في البازار، لا بيا ولا عليا، لقيت والعياذ بالله حاجه غريبه بتحصل. اتكلم معاك اصلا، خلي الكبير هو اللي يرد عليك بقى. بص يا كبير. يا معلم رمزي، فيها فتله، فيها حته، فيها يا جماعه. دلوقتي في مشكله بيني وبين الواد ده، وانت لازم تحلها لنا. لباص ايه يا جماعه؟ انتوا كل يوم مشاكل يا جماعه. في ايه انتوا كل يوم؟ وبعدين انتوا جايبين لي علشان انا بقى اصطفي لكم المشكله دي. معلش يا معلم رمزي، معلش يا ابو قلب كبير. قول يا سيدي. بص بقى يا معلم، دلوقتي انا والواد ده متفقين اتفاق ان احنا انا كل يوم اجيب له طبق كشري سوبر سوفليكس لوز على ورد من عند معلمي، وهو يجيب لي 3 كوبايات شاي من عند معلمه. اه انتوا رجعتوا بقى كده للعصر القديم اللي هو التبادل بالمعايده. قفلت المحل والشارع بقى فاضي من غيرها دلوقتي. ضحكتني والله يا دي، يا غبي منك ليه يا غبي. المعايده دي يعني تدي له الحاجه ويقوم هو رددها لك تاني وتقول له هاتها. هقعد اشرع في 2 ما بيفهموش اصلا. المشكله يا معلم ان انا جبت له طبق الكشري وهو قال ايه، جاي يتمشكح لي ويتبغدد لي وجايب لي كوبايتين شاي. مشكحلك ايه يالا بتاع الف ليه وليله؟ الشاي غلى عم رمز، الشاي غلى. دلوقتي جبنا شاي جديد اكسترا، الكوبايتين بتمن 3. اعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يا فتله في ايه يا عم؟ وانت بتدفع حاجه من جيبك؟ ما كله على قفل المعلم بتاعك يا ابني. طب والحل بقى يا ابو قلب كبير؟ انا هحلها لكم يا سيدي، مش عايزكم تقعدوا تتشكلوا تاني علشان انا فاضي وما عنديش شغل بقى. خدوا ادي تمثالين، ده تمثال ب 20 جنيه، خده يا عم هون، وده تمثال ب 20 جنيه، خده وبيعوه، وهات لي بقى كوبايه شاي وطبق كشري حلو كده. خلاص واو، واضربوا الباقي في جيبكم. لا رمز انا مش عاوز التمثال ده. عايز ايه؟ انا عايز طبله بس كده. جيت في جمل، خد يا سيدي الطبله اهو، وخد التمثال دي كمان. خد انت كده عايز سحلب بقى يا معلم. فهمتني يا ولد. يلا صباح الفل يا عم الكل. صباح الفل يا حته، مش عايز مشاكل بعد كده. خلاص يا معلم يلا اتفضل. كل شويه هنقعد ندوش الراجل معانا. اتفضل يا عم الف ليله وليله. السحلب والكشري والف حمد وشكر ليك يا رب. المشكله اتحلت على ايدي وكأن شيئا لم يكن. ايه ده رجلي، انت قلبتش ولا ايه؟ لا الريموت مش معايا. لا ده ريموته معايا انا. انت ايه اللي جواك يا انا؟ مفيش جوايا من ناحيتك اي حاجه يا دوله. ولا من ناحيه نفسك يا ابني. انت عمرك يا رمزي قابلت حد اغبى منك؟ يوه كتير يا دوله، ده انا كل اللي حواليا اغبياء، ناقصهم ديل ويبقوا جمال. على اساس ان الجمال بيمشي بديل يعني. اه ولا دول يالا بيضحكوا عليك يا اهبل. يا دوله ما بيضحكوش عليا يا عم، ما انا قايل لك يا عم انا خدت كوبايه شاي وطبق كشري قد كده اهو. انا دوله يا بيسرقوك يا بيسرقوك يا عم. هتقول لي بيسرقوك يا دوله؟ يا عم ما تقلقش، ده كان انا بشتري منهم التماثيل دي تاني يا عم من الفلوس اللي انت بتسيبها لي في البازار وبسعر اغلى. دول شو اللي بيسرقوك ده؟ انت نبغى يالا.